الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأهل والآباء والإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن أخواننا والله متكيفين شديد، لأنه مما نلقى الناس مستمتعين بالتوحيد ده معناه الناس ذيل نحسبهم والله وحاسبهم قلوبهم نظيفة. وربنا قال كده في القرآن، ربنا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ديل الناس المجرمين. وربنا قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الزول المرضان لما يقولوا له الله براه تلقوا بالضايق، لكن لما يقولوا له الفقراء والشيوخ والصالحين مع الله تلقوا بيتكيف. ربنا قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك أنا دار أتكلم عن بعض المفاهيم وأقدم إن شاء الله الشيخ الطيب ضحوية. المسألة الأولى يا أخواننا، إنه في ناس بيشوشوا على الناس عشان ما يسمعوا التوحيد، يقول لك الجماعة ديل بينكروا الأولياء. والبينكر الأولياء يا أخواننا كافر، إنه ربنا عنده أولياء صالحين. البينكر الكلام ده ما مسلم ذاته، لأنه ربنا أثبت الأولياء والصالحين في القرآن. ربنا قال في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن برضو زي ما الله عنده أولياء، برضو إبليس والشيطان عنده أولياء. ربنا قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان شنو؟ ضعيفا. فربنا عنده أولياء والشيطان عنده أولياء، وما معناه إنه زول حتى لو زي ما قال لك شيخ أحمد دارين زول يطير، حتى لو طار هنا ده، وحتى لو زي ما بقولوا الجماعة ويكذبوا يقول لك شرب البحر وجر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا، ده قالوا دفع الله المصوبا. قالوا القصة شنو؟ جايبينها في قناة النيل الأزرق. قالوا وما في لا آية لا حديث. قال الشيخ عنده حوار اسمه جلوك، وجلوك قال لي جيب لي موية من البحر عشان أتوضى. جلوك مشى البحر، التمساح أكل جلوك. الشيخ منتظر يصلي العصر لحد ما الشمس وقعت، لسه جلوك ما جاء. يا ناس جلوك وين؟ قال لي جلوك مشى يجيب لك الموية والتمساح أكله. بالله قال لهم راح البحر، قال لهم فاتوا البحر. قام خاطب التماسيح، انت تمساح ولا شنو بتتكلم عن التماسيح؟ قام قال لي وين التمساح الأكل جلوك؟ وينه؟ قال التمساح الأكل جلوك مرق. يعني دارين يطلعوا لك الشيخ انه عنده زي معجزات الانبياء، لانه نبي الله سليمان بيتكلم مع اي حاجه، صح؟ دارين يطلعوا لك الشيخ زي الانبياء. فقام يتكلم قال مع التمساح، وده كذب، ما بيتكلم مع التمساح، عرفته؟ وحتى لو اتكلمت مع التمساح احنا ما استفدنا حاجه، يعني فهمت؟ انت ما قدمت للامه شيء مفيد. تماسيح قاعدين في السجون الان، ده موضوع طويل. المهم قام قال له أمرك جلوك للتمساح. قال له أمرك جلوك؟ قال له ما بمرك جلوك. أمرك ما بمرك، في النهاية مرك جلوك. أنا أول مرة يلاقيني تمساح شغال زي الجزلان، يدخلك وانت تكون قاعد بتم ما دارك يمرقك. التمساح ده أول حاجة بيهرسك تب، بعد ذاك بيبلعك جوا. قام قال له أمرك؟ قال لك مرك جلوك، مرك بيك كشاكيش بتاعته، مرقوا برا. قال دق التمساح بسبحة، انقلب حجر زي ما قال لك شيخ أحمد، وكذب ساكت لا بيقلب. أدل الليلة أعداء الدين قاعدين، اليهود والنصارى، مش الشيخ قال بيقلب؟ أقلب لنا شارون ده حجر، أقلب ترمبة ولا غيره، أقلبوا لنا حجر. ماكرون بتاع فرنسا سب الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله إنه يقطع ويرينا فيه آية وطقته كورونا، نسأل الله إنه ما تفكه لحد ما تلحقوا القبر، عرفته؟ ديل أعداء الدين. طيب أقلب لنا ماكرون ده حجر، لكن كله شغل بتاع كذب. فديل ما أولياء الرحمن،
ديل أولياء الشيطان. طيب أولياء الرحمن ديل منو؟ أنتو؟ لأن إحنا ما أولياء، ما قلنا إحنا أولياء الرحمن. ربنا ذكر الأولياء بصفتين. أول حاجة، أول صفة الإيمان. الإيمان معناه شنو؟ معناه التوحيد، إنه الله براه خالق الكون، والله براه بديك الجنة، والله براه بديك الرزق، والله براه بيتصرف فيك وبيشفيك إلى آخر. وده حتى ناس أبو جهل ما كان عندهم فيه مشكلة كبيرة. لو قلت لأبو جهل اللي خلقك منه واللي بيديك الرزق واللي بيديك الجنة، بيقول لك الله. ده أبو جهل ذاته. طيب مشكلتك شنو يا أبو جهل؟ يقول لك والله نحن عندنا معاصي وذنوب، لو مشينا لالله طوالي ما بيقبلنا، لابد نخلي بيننا وبين الله واسطة يدخلنا على الله. وده الشرك يا أخوان. عشان كده ربنا قال والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فربنا ما محتاج واسطة، ولا ربنا عز وجل أنت محتاج تدخل لك بشر بينك وبينه، لأنه ربنا قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني شنو يا أخوانا؟ قريب. الله ده تسأله، الله أنا عيانش فيني يا الله، المرأة قرب التلج أديني القروش حقت العملية مثلا، يا الله الولد ده عيان يا ربنا تديه الصحة والعافية، يا ربنا عندي أخوي سافر بلاد برة ويغترب لأنه وضع البلد بقى تعبان، يا ربي تحفظه لغاية ما يجي راجع، ما في مشكلة. لكن يومك التدخل بقرقاب وبتلتله كده انت وقعت في الشرك بالله. عرفت؟ مما تقول إنا بخضب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. مما تقول يا إسماعيل الولي ويا ود المجدوب ويا طلحة ويا بشام ورا وقدام ويا ود الأبيض ويا مكاشفينا ويا برع القوم، كده انت وقعت في الشرك بالله. لأنه ربنا قال لك البشر دل ما تدعون معي. ربنا عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا قال فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالولي لله بتعرفه بصفتين. أول حاجة عقيدته تمام نظيفة، عقيدته صحيحة، ما متعلق له في ورقة زي ما وروك المشايخ، ولا عنده شغلة بقبة، ولا تلقاه عرفته عامل له شعارات لا إله إلا الله محمد رسول الله فلان ولي الله، لا ده ما حق الأولياء. نمرة اثنين تلقاه محافظ على الفرائض، يختمشي المسايد والقبب والطرق دي كلها، تلقى الناس بيصلوا في الظهر والشيخ تلقاه قاعد جوا، يا ناس الشيخ ماله ما دار يصلي، يقول لك الشيخ ماشي مكة، هو مكة صلوا قبالنا بين الساعة لكن هو ما قاعد يصلي خاشي جوع، لأنه دي الشفرة بينه وبين الشفرة بينه وبين الشيطان حقه. عرفته؟ دي البصمة حقة التلفون مع الشيطان حقه، إنه يقول لي ما تصلي الصلاة المعينة فبتلقاه ما بصلي. الشيخ يجي يقول لك الشيخ بيصلي في مكة، ده ولي لله والرسول عليه الصلاة والسلام، لحد ما كان في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان بيقول يعني يقول لنساءه أصلى الناس، لأن يا أخواننا الصلاة دي أول حاجة بيسألوك عنها بعد التوحيد، فهمت؟ فإذا كان الزول ده مبصوم رمضان أو تلقاه بينجس المصحف أو تلقاه بيبول في المصحف والعياذ بالله أو كذا أو كذا، ده ما ولي لله، ده ولي للشيطان. فنحن أولياء الله ما بننكرهم، زي الصحابة كلهم أولياء لله. عرفته؟ والزول الشهيد له والنصوص من القرآن والسنة إنه ولي لله بنشهد له. والناس اللي استفاضت عند الأمة أنهم من الصالحين زي الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، دين نشهد لهم كما شهد لهم الأمة. أما أي عنقالي ساكت يجي يقول أنا ولي لله، فدين نمرة واحد. نمرة اثنين الكرامات. يقول لك أنتم بتنكروا الكرامات، لأن احنا ما بننكر يا أخوان. ربنا قال في سورة آل عمران كلما دخل عليها، دي مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا،
قالت هو من عند الله، لأنه الولي بيربطك بالله. النبي الكريم زكريا لما قال لها ده شنو ده؟ فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ما وكتا. قال لها الفاكهة دي بتجيبيها من وين وانت منقطعة للعبادة؟ لا بتمرقي من المحل اللي بتعبدي فوقه الله، ولا في زول بيجي خاشي عليكي. الفاكهة دي جبتها من وين؟ قالت له من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب ما دام هي عند الله، معناه أنت يا أخواننا وأنا وكلنا نسأل الله سبحانه وتعالى اللي عنده الخزائن. الزول اللي بيمشي لمخلوق بيسأله سؤال، أنت ليه بتخلي الله وبيتمشي للمخلوق ده؟ واحد من الاثنين، إما إنه ربنا سبحانه وتعالى ما عنده، ما أنا يقول لك يا أخي داير شنو أنت؟ داير لك قمح ولا داير لك دقيق؟ أمشي لفلان عنده. تقول لي لا داير أمشي لفلان، يقول لك لا ده ما عنده. معناته أنت الزول ما بتمشي له لسببين. السبب الأول إنه ما عنده، زول ما عنده، تقول لي يا فلان اديني قروش، يقول لك والله ما عندي. ده السبب الأول. السبب الثاني إنه بخيل. في سبب ثالث، يقول لك امشي لفلان ده، يقول لك والله ما بمشي له، زول ده زول مقرضة، ده أولاده ما باكلهم كويس، أنا ما بمشي له. طيب هل ربنا عنده ولا ما عنده؟ طبعا كل المسلمين حيقولوا الله عنده، نمرة واحد. نمرة اثنين، هل ربنا سبحانه وتعالى غني ولا ما غني؟ ربنا غني، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني ما نقص مما عند الله شيء. الليلة لو في زول، لو في زول بيوزع بس الدقيق بس، يقول لك والله ما شاء الله الزول ده بيوزع للناس دقيق وبدي المساكين وكده، ربنا أدى الزول ده ذاته، الدائر ولد ربنا بدي، والدائر دقيق ربنا بدي، والدائر بهايم ربنا بدي، وربنا خلق البحر. شوف شوف الكرم والغنى ده كيف غنى عجيب. الأكسجين ده بتقدر تضبطه؟ هسي لو داير تملى للسيقى العربية بيقول لك 40، اديه 40 بس ضغط جوي. شوف ربنا هسي الهواء القاعد ده كم تقدر تقيسه؟ ها الموية، البشر ديل أي كائن حي بيعتمد على الموية في الغذاء بتاعه. طيب الموية دي تقدر تحسبها؟ يا أخي دي أرزاق وده غنى وده ملك. الصينيين الله بيرزقهم، الهنود، الباكستان، اليابان، ما أعرف ليك، الأمريكان، الإسبان، اليونان، السعودية، الخليج، أفريقيا، بشر عجيبين ذات. يا أخي مش لو قال لك أكلهم البلد دي، بس لو قالوا لك الدفارات تحت الأكل قاعدة برا، بس تعال وزع اي زول ادي رزقه. في زول بياكل كسره، في زول بياكل بطاطس، في زول بياكل له لحم، في زول بياكل له شيه، بس لو جابوا لك الرزق بتاعهم بيجي واقف، قال لك وزعوا لهم بتقدر؟ عشان كده ربنا عز وجل قال قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. شوف الغنى ده كيف، ربنا بياكلك وهو سبحانه وتعالى لا أحد، ولا يحتاج إلى أحد، ولا يحتاج إلى طعام سبحانه وتعالى. ربنا بأكل البشر وربنا عز وجل بيرزقهم. ولذلك يا أخواننا الإنسان يعتمد على الله ويتوكل على الله، لأنه ربنا هو العند وهو الغني وهو المتفضل والذي يجود على العباد. والله كم ما رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، نحن ما بنستحق ناكل ونشرب ذاته، لكن رحمة ربنا وفضله علينا سبحانه وتعالى. بعد ذلك الزول يا أخواننا يفهم إنه ما أي زول حصل له حاجة طار ولا كده، وما في طبعا، لكن حتى لو حصل ما معناه طوالي أنت ولي، لأنه المسيح الدجال العلماء قالوا بيجي في آخر الزمان لما الساعة دارة تقوم، بيقول للواطة، الواطة إلقاه خربانة وأهل مؤمنين، يقول لهم آمنوا بي، أهلا ما مؤمنين، يقول لهم آمنوا بي، لو آمنتوا بي أنا طوالي بمرق لكم الذهب جوا الواطة. يقول له خلاص كده أمرقوا لنا. فتنة من الله. المسيح الدجال المكتوب بين عينيه وكافر،
يقوم يقول للواتامرقي الذهب والفضة قال تمرق زي عاسيب النحل، يعني زي العشب بتاع النحل اللي انت طقيته وجس هكي، ده الذهب والفضة من جوا. ويقول للمطر أمطري تمطر، أها دي معجزات ولا ما معجزات؟ لكن هل ده صالح؟ مسيح الدجال صالح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه يكون صالح. ولذلك ما هي حاجة انت شفتها خارقة ده معناه انه الزول ده شنو صالح. في شبهات اخواننا هنا جزاهم الله خير سمعونا، شيخ ابو علي ومجموعة من الاخوة سمعوني جزء من تسجيل واحد بيجوز الحجبات. انا دار اقف مع ثلاثة شبهات سمعتهم وبرد عليهم سريع. الشبهة الاولى قال ان اخواننا الحديث بتاع من تعلق تميمة فلا اتم الله له، وقرأه غلط، قال لا اتم الله عليه، انت ما فاهم حاجة. لكن قال اسمه جمال ولا مين، المهم قال المسألة دي خلافية، وإذا بقت المسألة خلافية خلاص لحد ما الناس يتفقوا. بالله ما في ناس مشركين أنكروا الله ذاته في ولا ما في؟ ما خلاص خلافية، لأنه في ناس قالوا الله فيه وفي ناس قالوا الله ما في، ما خلافية. معناه نحن نقيف خلوهم يتفقوا أول بعد ذاك نحن نؤمن. كلامه ده صح ولا باطل؟ ده باطل يا زول. في ناس اختلفوا ما دارين يصلوا، ناس مجارمة زمان بدري دخلوهم اليهود في الأمة الإسلامية، قال يا أخواننا نحن والله الصلاة سقطت عننا. أنا أقول أيوان مسألة خلافية كده، نشوف لما نتفقوا حتى بعد ذاك نصلي، بعد ذاك نقول اختلفوا في الصيام، بعد ذاك مش كده. وفي ناس اختلفوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، اليهود والنصارى ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص نقول دي مسألة خلافية لحد ما يتفقوا نحن نبقى معهم. أسيدا ما زول جاهل. الناس لو اختلفوا نعم الشنو؟ ربنا قال لك ارجع للقرآن، ربنا قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى منه؟ إلى الله. ربنا قال فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفت يعني، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالشبهة بتاعتك يا شيخ جيمي دي شبهة فاشلة ساكت، والله دي شبهة فاشلة ساكت، لأنه الدليل موجود، والناس الخالفوا ديل لو عارفين الدليل ديل يوم القيامة ربنا بحاسبه. فهمت؟ فأول حاجة نحن بنديك الأدلة، حديث ابن مسعود في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى، قال لك شيخ أحمد العزيمة الشركية عرفتها، والتمائم اللي هي الحجبات، والتولة شرك، والشرك مكانته شنو يوم القيامة؟ ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ربنا ما بدخل الجنة وبخش جهنم والعياذ بالله، عرفتها؟ في حديث ثاني، حديث عقبة بن عامر في مسند أحمد، 10 أنفار دارين يخشوا في الإسلام يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فبايع 9 وأمسك عن 1، فواحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما ببايعك على الإسلام، قالوا يا رسول الله بايعت 9 أو أبى يبايعوا؟ قال يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، ليه ما بايعته؟ قال إنه معلق تميمة حجاب، قال أنا ما ببايعه لأنه معلق حجاب عقدته في الحجاب. قال فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. واحد يقول لك لا ده من القرآن، أنا معلق قرآن. طيب أنت الحجاب بكم؟ بمليون جنيه مثلا، والقرآن كله بكم؟ تلقاه في المكتبات لو داير المصحف الكبير، لو أنت نظرك ضعيف المصحف الحجم كبير ده بتلقاه كامل ممكن بخمسمية جنيه كان زاد. ليه ما علق المصحف؟ لأنه عقدته ما في القرآن، عقدته في الحجاب. ده نمرة واحد. ده لو قلنا من القرآن، خليك من إنه تلقاه، وأنا أتحدى أي زول لو داير تعال نفتح حجاب هسي الآن، عندك حجاب نجيط نفتحه هسي، بتاع سكين نجرب نسيل إذن من الشرطة أول، بتاع سلاح نجرب، فهمت؟ بتاع رزق نجرب، أنا بجيب لي لوبة بفروشة أشوف اللي بيشتغل أول منه. يا أخي الرزق ده عند الله يا أخي، لا حجاب لا هوس، فهمت؟ فأول حاجة ربنا حرم، ده نمرة واحد. نمرة اثنين لو من القرآن، أنت لما تلبسه هنا أنت بتعرق ولا أنت شغال بالبلوتوس؟ عرقك بتمرق كيف؟ عامل له وصلة بتاعت بنزين ولا شنو؟ بتمرق عرقك كيف؟
عامل لك عادم يقول لك هاي ما بعرك اها بتعرك في القران يعني والله يقول لك ما بتجي. طيب بتخش الحمام ولا ما بتخش؟ طبعا لا بده يقول بخش. بتخش بالحجاب ولا ما بتخش؟ لو قلت بخش بالحجاب كده شنو؟ كده هنت القران. ولو قلت ما بخش بالحجاب ال 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 الحمام ده بيت منو يا اخوانا؟ ده بيت الرئيس، ده بيت الشيطان، ده بيت عمك ذاته، فهمت؟ الحمام ده ما بيت عمك، شيطان ابليس يعني. طيب انت اذا كنت بتخش الحمام وما لابس لك حجاب، عامل الحجاب ليه؟ واحد من اهلنا ديل قال ماشي الخلا لقى ام بتاري بيكتب، قال له تعالى فلان اكتب لك حجاب، وراكب الحمار ماشي الخلا الزراع، قال له يا زول انا ما داير حجاب، انا من حماري ده ما نازل. كان عندك حجاب اكتبه للحمار ده، قال له يا زول الحمار ما بيحفظ والله، قال له والله حفظ الحمار ما يحفظني انا، انت زول موهوم ولا شنو؟ فده كله هوسه يا اخوانا. يجي يقول لك حجاب وبيحفظ، ده كله كلام باطل، ويورط به وناس ويقول لك الحجاب ده لو عملته زمان. احنا بدري ما كنا الشغله دي فيها، كان في طبله بيعملها للاستاذ، عندنا اساتذه زمان كانوا صعبين، يلقاك ما حافظ ولا ما جاوبت صح بيمحطك طوالي. فعندنا حجاب باسمه حجاب الطبله الى الان موجود، يقول لك فلان ده لو داير منك قروش ومجننك في الحله بس اطبل الطبله دي، جيب اسمه واطبله. نحن بنطبل الطبله والصوت بيجي في ظهرنا، طبله ما عارفه ما شغاله ولا شيطان الزمن ده كان في حصه الفطور. هوسا يا ناس، ده كله شرك بالله. الزول يتعلق له بشيء زي دي ورقه، شو عشان تعرف انه الورقه ما بتحفظ، الورقه جوا الكاتب فيها الشيخ دي بيبرع من الله جلد ليه؟ يقول لك عشان ما تقع فيها المويه، هي ما حمت المويه تحميني انا؟ عشان كده يا اخواننا دي الشبهه الاولى. الشبهه الثانيه قام جاب له احاديث ضعيفه موضوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الاول حديث، وهو ليس حديث وانما هو من كلام محمد زياده عن محمد بن اسحاق. جمال ده شيخ جيمي ده قال جابه ابن كثير في تفسير سوره المؤمنون صح، لكن ما وراك الاسناد، عرفته؟ ففيها محمد بن اسحاق، ومحمد بن اسحاق مدلس كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب. فالزياده اجاب ابن كثير دي زياده ضعيفه ما ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نمره اثنين استدل بحديث موضوع، وهو يروى عن ابي دجانه سماك بن خرشه، اوردوا البيهقي في دلائل النبوه، واوردوا الذهبي، وهما اوردوا زول ده ما عرفوا. الذهبي قام جابوا في كتابه سير اعلام النبلاء في ترجمة أبو دجانة. البيهقي لما جاب الحديث، عشان تعرف شيخ جيمي ده زول ما أمين، ما قام جاب كلام البيهقي كله. البيهقي قال وهو حديث موضوع. موضوع معناه شنو؟ معناه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما زول يقول لك يا زول هو أنا الكلام ده ما قلته، زول ده كذب علي ساي. فده قام كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه أبو دجانة كان بيجيو حاجات بالليل ونادى علي بن أبي طالب قال له اكتب له وكده، وكتب له وعلقه، ما حصل. كذب، ما عملوا النبي عليه الصلاة والسلام. فديل يا أخواننا ديل دجالين، ولأنه ديل تجار عندهم تجارة اللي هي الحجبات والتمائم. فخلاصة كلامنا دي يا أخواننا حاجتين بس الحلقة دي، إنه الزول ما يعبد إلا الله. والله أي زول عاقل كلامنا ده والله بيقبله. ليه؟ لأنه ما كلامنا إحنا ده كلام القرآن. ما قلنا لك أمسك شيوخنا وخلي شيوخك ورحكك لي قبة شيخنا وقبة شيخك ما نبعه، لا شيخي لا شيخك، لا صالحي لا صالحك، كلهم ما بينفعوا لأنه العبادة ما حقته. كلهم نخليهم ونمسك في الحي الذي لا يموت. ده نمرة واحد. نمرة اثنين نتبع راجل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مكاشفي، لا صايم ديمة، لا أحمد التجاني، لا برعي، لا بشام، لا طلحة، لا فلان، لا علان. نتبع راجل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عملنا كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نقيف إن شاء الله إلى هذا الحد.